ما بيسمع إلا صوت سحاب عم ينفتح ينفتح يتسكر. المهم يا جماعة الخير عم يطلع هيك بمراية السيارة اللي بالنص ولا بشوف لك حبايب قلبي مرجت لكم مقطع جديد. اليوم المقطع مختلف عن الايام الماضيه. اليوم حنحكي قصه. فاذا انت قلبك ضعيف او انت تحت 18 الساعه 2 بالليل مثلا 3 بالليل هاي بكون بعد الافطار، فبنصحك انك لا تتفرج على القصه، لا تتفرج على الفيديو، خلص احفظه عندك واذا بدك بكره تفوت تتفرج عليه. القصه حقيقيه صارت بالسعوديه. كان في عائله مؤلفه من شخصين يعني ولدين واب وام، رح نسمي واحد محمد وواحد أحمد، محمد الكبير أحمد الصغير. راحوا هدول بيوم من الأيام رحلة، كان موجود هنيك جدا، فهذا الجد ما حد بيطيقه بالقرية اللي هني رايحين لها. حتى أبوهم قالوا لمحمد وأحمد أوعك تحكي جدك أو تقرب عليه أو تطلع عليه أصلا، ما حد يتحركش أبدا. هون محمد الأخ الكبير قال يعني شوفي الكل ما بدهم يانا لا نحكي جدي ولا شيء، وهني أصلا البيتين شلون يعني بيت هون وبيت هون وحواليه مثل السوق. فالمهم يا جماعة الخير أول ما راحوا وصلوا بالليل، نزلوا من السيارة فاتوا على البيت ضبضبوا أغراضهم. المهم الأب قالوا لابنه اطلع جيب الكشاف، الكشاف هو هذا الضوء اللي بتحسن الضوء فيه على المبيع. المهم يا جماعة الخير الكشاف أو الضوء كان بالتابلو يعني محل ما بتفتح هيك على جنب السيارة. ففتح السيارة طلع بالسيارة ولا ما بيسمع إلا صوت صحاب عم ينفتح ينفتح يتسكر. المهم يا جماعة الخير عم يطلع هيك بمراية السيارة اللي بالنص ولا بشوف لك شعر بنت طويل ومكذبة. طلع هيك لقدام ولا بشوف أخوه مين؟ أخوه الصغير اللي اسمه أحمد. قال له عمل له تعال تعال بس بطريقة إنه ما يسمع الصوت لهاي اللي ورا. أخوه ما قاعد عم يضحك. فتح التابلو اخذ الكشاف ولحق ولا شو هرب الاخو الصغير. فات لجوا اعطاه الكشاف لابوه ما رضى يحكي اي شيء عن اللي شافه. بعدين فات على الغرفه عند اخوه سكر الباب قال له انت مجنون انت مجنون بربك انت بتشوفني برا عم اقول لك تعال ومدري شو في وانت قاعد عم تضحك. قال له اقسم بالله ما طلعت من الغرفه. قال له وحياه الله روح اسال امي اسال ابي ما انا ما طلعت من الغرفه. فهون محمد ما قال له لأخوه ولا قال لحدي شو القصة. فالمهم يا جماعة الخير الأب كان عنده شغل فصار لازم يروح، فالأم والولاد الاثنين كان لازم يضلوا لمدة جمعتين هنيك بهذاك المكان. البيت اللي هن عايشين فيه ما في حمام أصلا، يعني إذا بدك تروح الحمام بدك تروح تمشي بالجنينة اللي جنب اللي بيمرق من جنب الجنينة. فالمهم يا جماعة الخير أول يوم طلع محمد بده يروح للتواليت ولا بيشوف جده. جده عنده عادة انه بيطلع بطلع كرسي بطلع مثل راديو بطلع التلفزيون وبيقعد. المهم يا جماعة الخير بعد ما رجع على البيت فات وجلينا صار يقرب من اخوه ويدو ينام جنبه. فقال له اخوه شو بك خايف يعني ولا شو 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 وسطك؟ وقت الفاق نايم بعيد عن اخوه مع انه لا هو يتحرك ولا اخوه يتحرك. فراح بالليل تاني يوم بالليل على الحمام قال له اوعك تقرب على جدك مثل ما قال أبو وأوعك تعمل أي شيء لأنه الدنيا كلها بتخوف. المهم فات محمد على الحمام الأخ الكبير قال له بتستناني هون ما بتتحرك. أخذ الكشاف قال له اسمع أنا بس رايح أغسل وجهي بالمي وراجع لك. قال له تمام لا تطول. قال له تمام. بعد ما راح يغسل وجهه خلص محمد من الحمام عم يفتح هيك أها وين أخوه أحمد. طلع هيك لعند بركة المي ما في ماء هنمان هنيك أحمد ولا بيطلع هيك باتجاه بيت جده ولا بيلاقي أخوه قاعد مع جده وعم يشربه شاي. رقد لعنده أخذ أخوه من إيده ورقدوا على البيت. فات على الغرفة قال له أنا ما قلت لك لا تروح لعند جده. قال له والله العظيم أنا مثل ما قلت لك راح أغسل وجهي وأنا هنيك ما بشوف إلا إيد قوية بعزم ما طبيعي مستحيل تتخيله مسكتني وهذا كان جدي وأخذني لهنيك وأنا ما عم بحسن أتحكم بحالي يعني. فوقت ضيفني شاي خجلت وما حسنت هاي فشربت. قال له شربت يا غبي هذا كله ممكن سحر ولا هيك؟ قال له ما بعرف والله هذا اللي صار. وفي الأخ الكبير
جده كل ما هاي بيطلع بالليل، بس ما عارف لوين بيطلع. راح سأل أخوه قال له أنت شفت جد شو عم يطلع بالليل؟ ولا قال له إيه والله أنا شفته كل ما هاي بياخذ معه أغراض على خشبة مثل بأفلام كرتون. قال له وين شفته؟ قال له بروح المقبرة ما أدري شو بيسوي بالمقبرة وبيرجع. صار عاد محمد هون بده يستكشف شو الوضع هذا، راح الحمام ولا بيسمع الأصوات من عند جده. قرب شوي شوي على الغرفة على الشباك البحراني ولا بيشوف الجد بالظبط، يعني ما نلابس شيء أبدا، عم تطلع ريحة من الأوضة إشي زبالة على الآخر. هون قرر خلاص إنه أنا لازم أرجع، مع إنه هو كان حابب يفوت بس طبعا ما راح يحسن يفوت بالجد جوا. قرر يرجع ولا مين بيطلع له؟ بيطلع له القطة السودي بحلق فيه وما بتتحرك من أرضه. فهو عشان ما يأذيه عشان ما يطلع صوت اجى بده يكمل ويلف اللفة ويروح بيته من هذا الطريق. اللي صار انه دحس على خشبة، فهون الجد دحس وطلع. قال له انا بعرف امتى جدك بروح المقبرة، بهذا الوقت نحن بنقوم نطلع بنفوت على الغرفة. وهن عم يفتحوا الباب هون مات